هنعمل النهارده وصفه من ايام الزمن الجميل كده، من الحاجات اللي دايما كنا بنعملها زمان، ما كانش لسه بقى فيه الباتيه والكرواسون والحاجات اللي هي دخيله علينا. هنعمل مع بعض المنين بالعجوه، والعجينه دي زي عجينه الكحك، زي عجينه القراقيش، زي عجينه المنين، نفس الفكره، لكن الفكره بتختلف في الحشو والخطوات والكلام ده، لكن المقادير عندي ثابته ما فيهاش اي حاجه مختلفه. طيب تعالى نسميه بالله ونشوف مقادير المنين بالعجوه، مقاديره عباره عن ايه. معايا نص كيلو من الدقيق، ما يعادل حوالي 3 كوبايات، تمام؟ عندي كمان نص كوبايه سمنه مذابه سايحه يعني، نص كوبايه زيت، نص كوبايه لبن، ربع كوبايه سمسم محمص، معلقه كبيره من السكر، معلقه صغيره من البيكنج باودر، وعندي معلقه صغيره خميره. طيب الخميره تقدري تضعفيها تخليهم معلقتين، بس انا بالنسبه لي يعني بعتمد على الماده الرافعه. البيكنج باودر والخميره الاثنين مع بعض، لكن انت عايزه تشيلي الخميره تشيلي البيكنج باودر يبقى زودي مقدار الخميره. شويه ملح ومحلب، محلب ده اللي هي بنحطه للكحك، وممكن تحطي بهارات كحك او بهارات معمول اختياري براحتك. الحشو عندي عباره عن ايه؟ عندي عجوه موجوده دلوقتي في اي مكان، زبده، قرفه، حبهان، وقرنف، دي توابل اللي بحطها في العجوه، ممكن ما تحطيش حاجه فيهم خالص اختياري، الموضوع بتاعك انت. طيب هلمع الوش بتاعي بايه؟ صفار بيضه وشويه حليب او ميه وفانيليا وسمسم، بس ما عنديش حاجه تانية. طيب مقادير شاي الكرك، شاي الكرك ده شاي هندي طعمه خطير للناس اللي بتحب التوابل، يعني الناس اللي بتحب طعم الحبهان والقرنفل والقرفه هيبقى خطير. ممكن اعمله بان انا اكرمل السكر على النار برده بيبقى حلو، بس للاسف الوقت عندي مش هيسمح بده، لكن انت ممكن تعملوه في البيت عادي. كمان اقدر ان انا احط حليب مبكر او حليب مكثف اختياري، ممكن بيعملوه شاي عدني بس بيعملوه بالحليب البودره، يعني دي بصراحه يعني طرق كتيره جدا، بس هعمل الطريقه الام او الطريقه الاصليه. طيب معايا كوبايتين من الميه، كوبايتين من الحليب، 3 معالق كبيره من السكر، والسكر طبعا اختياري على حسب ذوقك في التحليه، 4 معالق صغيره من الشاي، لو ما عنديش شاي اللي هو الشاي الخشن العادي هفضي 2-3 باكت شاي واستخدم الوصفه، حبهان وقرنفل وقرفه خشب، بس ما عنديش حاجه ثانيه. مقاديري النهارده سهله جدا وبسيطه، ما عنديش اي حاجه صعبه ولا حاجه مرهقه ولا حاجه مكلفه، الموضوع سهل قوي النهارده. طيب تعالوا نسمي بالله ونبتدي نشوف هنعمل ايه في المنين. اول حاجه عندي دقيق، وادي السمسم، انا ممكن اعمل حاجه اريح عشان ما ادوخكوش ورايا، اهي ناخد دي كده هناك. طيب عندي ايه؟ احط المقادير الجافه كلها مع بعض، وبعد كده بحط الماده الدهنيه وابتدي اعجن بالميه واللبن تدريجيا. عندي خميره، بيكنج، محلب، سكر، ونديهم ايه تقليبه كده، تقليبه بسيطه عشان بس الحاجه تختلط، ورشه ملح طبعا. يا سوزي، ازيك يا سوزي؟ عامله ايه؟ ازيك يا روحي؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ منوره يا شيف توته. يا روحي ربنا يكرمك، انت اللي منوره الدنيا كلها. يا رب يخليكي. ايه الحاجات الجميله اللي بتعمليها؟ ايه رايك بقى؟ رجعتكم كده 30 40، انا عارفه انتوا اكيد صغيرين بس رجعناكم حبه حلوين. ايه الحاجات الجميله دي بجد؟ انا عايزه اسالك البيتزا اظبطها ازاي؟ البيتزا؟ حالا دلوقتي اقول لك احلى مقادير بيتزا في الدنيا، ونعملها الاسبوع الجاي كمان على الهوا ان شاء الله. ميرسي يا روحي. يسلم لي قلبك حبيبتي، نورتيني يا سوزي. طيب شفت انا عملت ايه؟ ركزوا كده. حطيت الدقيق وكل التوابل والماده الدهنيه، تمام؟ وهعمل كده. السمنه عندي انا سيحتها بقالي مثلا ربع ساعه وسايباها عندي على البوتاجاز، مش عايزاها تبقى سخنه قوي او زي ما بنقول ايه مقدوحه، ليه؟ عشان لما تيجي تاكلي المنين ما يحماش على قلبك، ما تاخديش واحده واتنين كده وتلاقي ان الموضوع قافل، انت مش قادره تاكلي، تمام؟ خلاص انا قلبت كده الحاجات مع بعض في المرحله دي بقى، والله ربنا كرمني عندي عجان هشتغل بيه، ما عنديش هشتغل بايدي، وزمان طبعا ما كانش فيه عجان والحاجات دي، كان كله بيشتغل بايده، ومش زينا كده يعني كانوا بيعملوا بالخمسه كيلو دقيق مش كوبايتين او ثلاثه، احنا الجيل ده ايه فافي شويه في حته الكميات. طيب هعمل ايه؟ الخطوه دي عشان تطلعني المنين بتاعي او القراقيش او الكحك ناعمه، مش اقل من يعني 10 دقايق، مش اقل من كده، عشان الماده الدهنيه عندي تتشرب كويس في الدقيق، كل الحاجات تختلط مع بعض. عايزه اقول لكم برده ممكن نزود شويه
لبن بودره بيعلي الطعم وبيدي دسم كده حلو قوي. العجينه عندي دايما ناس بتشتكي تقول ايه يا توتا العجينه بتشقق او مش بتبقى مظبوطه. طيب هل ده عايزه ماده دهنيه؟ لا، لما تلاقي العجينه بتاعتك محتاجه تتلم شويه لا، ساعتها حطي شويه ميه او لبن مش اكتر من كده، ما تزوديش بزياده عشان ما تلاقيش ان العجينه قسيت معاكي وبقت يعني مش ناعمه كده، لما تيجي تاخدي قطمه تلاقيها بتدوب في بقك زي اللي احنا بنحب ناكلها من بره. فبالتالي الخطوه دي شايفين عندي عامله ازاي؟ انا عايزه برضو ايه؟ طبعا على سرعه هاديه خالص. شايفين عندي عامله ازاي؟ بصوا ناعمه قد ايه. اللي هيلم الكلام ده كله بقى اهو اهو، اللي هيلم الكلام ده كله هي الميه واللبن. في ناس بتحب تعجن بميه وفي ناس بتحب تعجن بلبن، في ناس بتحط قشطه، بس انا مش شايفه الموضوع محتاج سعرات زياده، يعني عندي اصلا كميه دهون كتير. فبالتالي انا بعمل ميكس بين الميه وبين اللبن. الموضوع اختياري ليكي انت، عايزه تحطي ميه بس او لبن بس براحتك، يعني مفيش بقى مشكله في الموضوع ده. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل كمان، هحط، نخلي شاي الكرك عندي يغلي كمان عشان يعني ننجز على نفسنا الوقت. بصوا بقى انا هسيب دي شويه مع بعض وتعالوا نشوف دلوقتي هنعمل ايه. اهو دوخاكم، انا معايا رايح حاجه بس معلش اهو. طيب تعالوا نشوف عندي ايه اللي هيحصل. حطيت اللبن وهحط الميه كمان دلوقتي على طول، كوبايتين لبن وكوبايتين ميه. في ناس بتخلي الشاي والحاجات دي يغلوا مع بعض وبعد كده بتضيف اللبن، بس انا حسيت ان ده بيدي طعم وتست احلى من لما احط اللبن في الاخر. عندي الحبهان خمسه مثلا، وانا بحب القرفه فهزود القرفه شويه، ووحدتين قرنفل، وادي الشاي والسكر. طبعا السكر زي ما قلت لكم اختياري، يعني على حسب الذوق او حسب انت سكرك ايه، ممكن تخلي السكر تحلي في الاخر خالص. اهو اهو زود بقى دول لحد ما ايه الشاي يبتدي يخرط كده وياخد عندي قوام وريح حلوه جدا. ففي الوقت ده انا هسيب ده يغلي كده، مش هاجي جنبه خلاص، وهسيب كمان العجانه عندي تفضل شغاله، وهنرجع مع بعض نعمل العجوه ونشوف ازاي نخليها طريه وناعمه جدا في ايدينا. فاصل ونرجع ليكم على طول من تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبتش عليكم. طيب تعالوا نشوف العجينه عندي الاول عشان عايزه انجز على طول الحق اخلص الحاجات معاكم. بصوا عندي النعومه دي هتديكي ايه بقى؟ رقيش متماسكه ودايبه، اللي هو ايه؟ هتاخدي القطمه على ما تبتدي كده هتدوب على طول، هتلاقيها راحت ايه لوحدها، هتلاقي بقى قرقوشايه جره قرقوشايه لحد ما خلصتي الكميه كلها. انا ماليش دعوه بقى، انتوا احرار. طيب هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي انزل بشويه من اللبن وشويه من الميه. انا عامله ميكس بين الاتنين، ممكن حتى ايه اريح نفسي واعمل كده. واروح بقى ايه لما العجين، ما عجنش كتير عشان انا لو عجنت كتير العجين نعمل كده اهي، عايزاها بس تلم معايا وتبقى مظبوطه. لو عجنت كتير هتقول زي ما بنعمل نقول كده هتعضم، او هتبقى ناشفه جدا، او هتبقى قاسية، يعني عارفة اللي هو ايه، تخنقي بيها من كتر ما تبقى ناشفة. فبنزل المية واللبن تدريجيا، والمقادير كمان استاذة بقى اجيبها لكم انا على الشاشة عشان تقدروا تصوروها على طول لحد ما اشوف استكفت. كل نوع دقيق بيختلف عن التاني، ونقطة مهمة جدا، ما تجيش تستخدمي دي مخبوزات في حاجة زي دي، هينطر السمنة والزبدة او السمنة والزيت ايا كان. انا بفضل في القرقيش او المنين او الكحك يا سمنة وزيت، طبعا الكحك سمنة بس مفيش زيت ولا زبده، لان الزبده فيها نسبه ميه فبتنشف الكحك، وهتعمل نفس الكلام هنا عندي. طيب بصوا عندي العجينه محتاجه شويه من الماده السايله. طب لا قدر الله زادت مننا الماده السايله او حطينا بقلب يعني بذمه، هروح مزوده شويه دقيق، الموضوع عادي. يا سميه. توتا. ازيك يا سميه؟ انت وحشاني كتير. يا روح والله انت وحشني، كلكم وحشني. والله انت حبيبتنا يا توتا. حبيبه قلبي، ربنا يكرمك يا قمر. اخبارك ايه؟ بخير والله طول ما انتوا بخير. وشويه القرقيش دول بقى بعتتنا بقى شويه، احنا مش هنعمل ايه، عايزين قعده بلكونه وبعدين كده دماغنا صافيه وننطلق بقى. حبيبتي يا سميه عايزاكي تجربيها وتقولي لي. ماشي وانا موافقه. ماشي هستنى اما نشوف اهو، الناس شاهده عليكي، عارفه لو ما جربتهاش انت حر. ماشي يا توت. حبيبتي يا حبيبتي منورة منورة يا بنورك يا روح قلبي، بنورك حبيبتي. ماشي. صباحك ماشي. زي السكر. طيب انا عملت ايه هنا عندي في الفاصل عشان برضو ايه تبقوا عرفتوا
تفاصيل التفاصيل. جبت عندي العجوه وحطيت عليها شويه زبده وحطيت التوابل بتاعتي اللي انتوا شفتوها في اول الهواء وابتديت ان انا اعجنها. الزبده افضل من السمنه، ممكن تحطي زيت كمان لو مش عايزه الموضوع يبقى بزبده يعني براحتك، بس انا بحب الزبده قوي مع التوابل دي مع التمر بتبقى خطيره. بعمل كده زي ما انتوا شايفين، بفضل اعجنها في ايدي لحد ما يبقى سهل تشكيلها. تمام اهو. طبعا العجينه دي تقدري لو عايز تعمليها رول تعمليها، لكن بقى استاذ سبعي بيغريكوا عشان تقوموا تطلعي الدقيق كده وحاضر وتبتدي انك ايه تعمليها. انا هعمل كده، هاخد طبعا مش هقدر اشكل العجينه كلها معاكم، هشكل ايه جزء صغير اهي. ببتدي ان انا الفها كده على هيئه رول عشان تبقى عندي جوه نفس اللي انتوا شايفينها دي. طبعا ممكن تحطي ملبن، ممكن تحطي مكسرات مشكله، الموضوع بتاعك انت. بس بصوا العجوه معايا عايزه عجنه، عايزه مثلا 5 6 دقايق كده عجنه عشان تظبط معاكي وتبقى ما تزهقكيش. تمام اهي، انا بالنسبه لي السمك ده لطيف جدا اهي. تمام، يبقى بفردها عندي كده بالطول زي ما انتوا شايفين. طب تعالوا بقى نرجع هنا كده نشوف ايه الدنيا عندي، ونقول برده على شاي الكرك قعد يغلي عندي مده الفاصل كلها اللي هي حوالي 6 دقايق، وبعد كده هديت النار حاجه بسيطه وشلته اول ما دخلنا على طول عشان بس الشاي بتاعي يخرط، وهوريكم برده شكله بقى عامل ازاي. طيب بصوا بقى العجينه عندي عامله ازاي ما شاء الله، شايفين طريه جدا فيها لمعه متماسكه ما بتلزقش في ايدي اهي. حسيتي ان هي محتاجه رشه دي زوديها، انا بالنسبه لي كده بصراحه شايفاها حلوه جدا، مش عايزه ان انا ازود دي عشان ما تقساش معايا. تعالوا بقى ناخد حته كده. انا بقى ايه اقول لكم برده عشان تبقوا خدتوا ايه تفاصيل التفاصيل، ما بخمرش غير بعد التشكيل، وممكن ما تخمريش خالص، ممكن اشغل الخميره في الفرن، فالموضوع ده بتاعك انت. في ناس بتحب تخمرها قبل وتخمرها بعد، انا بالنسبه لي بحب ان انا اشغل الخميره في الفرن عشان ما تبوظليش الشكل، وده خصوصا كمان في الكحك على فكره، فخدوا بالكم من النقطه دي ان انا عايزه اشغل الخميره جوه الفرن. ازيك يا سموحه؟ صباح الهنا يا سموحه، عامله ايه شفتوته؟ زيك يا قلبي، شفتوته من جوه. ايه الحلاوه دي؟ ايه رايك بقى؟ فن ايام الزمن الجميل بقى. والله بس بالله عليكي شويه الساعه دول عايزين حله محشي كده وبطايه. انت في كل ما حد يشوفني من امبارح يقول لي عايز بط ومحشي، عايز بط ومحشي. والبخار يطلع كده من المحشي كده ويبقى مشطشط وشلطته كتير، صح؟ ايوه لو روحت النهارده ويومي كان فاضي لا اقعد اعمل لكم حلقه حله كرنب ونعملها بكره على الهواء. عيني شفتوته، عيني ربنا يبارك لك يا رب ويخليكي لينا يا رب. ربنا يكرمك، ماشي حبيبي، احسن من مني يا رب. يا رب اللهم امين، احنا وانت نهارك زي السكر. طيب بصوا بقى المفروض ان انا اعمل ايه، اروح عامله كده. تمام، اعملها مستطيل عشان تطلع معايا مظبوطه كده ومتسبسبه كده وشكلها حلو اهو. اروح شايل، بصوا العجينه ما شاء الله. طب انا ما عنديش مفرش سيليكون، هعمل ايه؟ مش هعملها، لا هعملها برده، بس هدهن نقطه زيت بسيطه. تمام، واروح واخده ايه دي هتبقى كبيره قوي عليها، اروح عامله كده. تمام، وحطها هنا كده، شايفين حطيتها ازاي؟ واروح واخده ده كده، دي هتطلع بقى دايبه وناعمه وخطيره، مش قادره اقول لكم بتطلع حلوه ازاي اهي. واروح قطع كده. تمام اهو، يعني كده، واظبط برضو ايه الشكل بتاعي اهي، اعمل كده اهو، شايفين ناعمه ازاي؟ واروح شايله الحته دي اهي، شايفين بقى عندي الشكل اهو اهو، سهله جدا جدا. دي بقى هنكملها مع بعض، بروح عامله كده اهو ومقطعه بقى. عايز اقطعي بقى ايه صغنن؟ ماشي اهي، اظبط الشكل واروح عامله دي كده واروح عامله كده. بص طالعه عندي مظبوطه ازاي، طلع زي الفل. دي هتاكلي قراقيش ناعمه نعومه مش قادره اقول لكم. اجيب بقى الصينيه بتاعتي، مش هدهنها، انا اصلا في كميه ماده دهنيه كتير فبالتالي مش هدهنها، هروح عامله كده اهو واروح حاطه القراقيش الحلوه بتاعتي اهو، ودي كمان لو لقيت حته عندي مفتوحه مفيش اي مشكله
هاخدها بين ايدي كده لفه وتبقى تمام التمام اهو. شايفين شكلها حلو ازاي؟ الخلطه بقى اللي هدهن بيها عشان تديني اللون الذهبي الحلو زي اللي انتوا شايفينه، صفار بيضه شويه فانيليا. هريحها، ممكن بقى اريحها في الخطوه دي ربع ساعه 10 دقايق بالكتير هتبقى مظبوطه معايا وزي الفل. حطيت صفار بيضه وفانيليا وهعمل كده وكده شويه سمسم وبس خلاص، ما عنديش حاجه تانيه. ايه رايكم بقى؟ بصوا شكلها حلو ازاي، سهله جدا وحاجه يعني زي ما نقول حاجه اقتصاديه، ما فيهاش اي حاجه صعبه ولا فيها مشكله. لو حسيتي العجينه طريه منك اديها شويه ميه مش دقيق، هتلم معاكي وتنشف. دول طبعا ايه، احنا هنكملهم بعد الفاصل. طيب شاي الكرك، احنا خلاص الوقت خلص يا استاذ سباعي صح؟ طيب زي ما قلت لكم كده الموضوع سهل جدا بسيط. طب التسويه عشان برضو ايه، دي نقطه مهمه. يدخل فرن سخن على 180 لمده 18 ل 20 دقيقه. عايزه تشغلي الشوايه في اخر مثلا 6 7 دقائق مفيش مشكله، عشان بس تاخد لون ذهبي حلو. سهله وبسيطه يعني ما فيهاش اي حاجه صعبه ولا فيها مشكله. الشاي الكرك برضو زي ما اوريكم لونه خطير. طبعا صبيت حبه في الفاصل عشان الوقت، بس بصوا عندي اللون طبعا بيتصفى ويبتدي يتقدم اهو. شايفين شكله حلو جدا جدا. كل حاجه تنزل بالتفصيل على صفحتي مطبخ توت مرات زي ما احنا متعودين مع بعض، بوست بالليل الرغي والحكايات بتاعتنا. هناخد بس فاصل سريع ونرجع ليكم من تاني نكمل فقرات برنامجنا. استنوني بعد الفاصل.